طبيعة الحال انا كنا تنطمحوا في الفوز في خضم، يعني الانتعاشه اللي حسينا بها والروح اللي رجعت للفريق، يعني كانت جميع الظروف مهيئه للفوز، ولكن يعني ما قدرناش نفوزوا. هذا لا ما تيعكسش المستوى اللي درنا به في المباراه، وخصوصا الشوط الثاني كانت واحد السيطره كبيره، فرق خصم يعني بواحد تكتيكيا مدرب ديال الفريق خاص موقف الفريق ديالو سي بن مسعود بشكل جيد، غنقول منافذ، يعني في بعض الاحيان كانوا تيدافعوا رجل لرجل، يعني ما اعتدناش حنا على 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 الطريقه هذه، ولكن المفاتيح ديال اللعب ديالنا فكانوا تيلعبوا معهم رجل لرجل بعض في بعض المرات، يعني حاولنا نتغلبوا على هذا على هذا يعني بتغيير المراكز، يعني تغيير تكون حريه عند اللاعبين، ونجحنا في خلق فرص. للاسف ما سجلناش، الحمد لله ما قبلناش المرتدات، لان الفريق خصم كان خطير خطير جدا حتى لاخر دقيقه في المرتدات، فكان تيكون يعني متراكل الوراء وفرمشه عين تيطلع تيقوم مرتدات سريعه جدا. الحمد لله يعني نقطه حتى هي جيده، افضل من لا شيء، ولكن خصنا يعني نعوضوا في المباريات القادمه، وابتداء من المباراه القادمه ان شاء الله ضد نادي القنيطري اللي تكون مباراه جميله وجمهور كبير اللي عند نادي القنيطري، فتعجبونا بحال هذه المباريات. اعتقد اللاعبين حتى هما عندهم الشغف انك تلعب في ملعب جميل وامام جمهور كبير اللي ذواق ديال الكره، فلذلك يعني اعتقد يعني تكون مباراه جميله كما كانت اليوم، كانت مباراه جميله جدا، لان فريقين تيلعبوا الكره، لما تكون فريقين تيلعبوا الكره فتكون مباراه جميله. وي وي اون افي بوزوان، كنا في امس الحاجه لهذا لو بوان، ما كرهناش اون فيكتوار على الاكستيريور، دايوغ كنا جايين بصراحه كنا جايين كنقلبوا على 3 بوان فاس اون ايكيب كخوا موا جوسكا المومون سي لا ميور ايكيب اللي لعبنا ضدها داكوغ. وي دات مالا دايوغ جو فيليسيت رضا بوغ لو ترافاي اللي كان دير، جو فيليسيت لي جوار ديال ويدات مالا بوغ لوغ بريستاسيون، مي ان كرون شابو لي جوار ديال ويدات فاس اللي اشاك فوا كيكونوا تخيز على هوتور. Un point, ça reste précieux. La course, on est sur 7, on a 9 points. C'est déjà plus que la moyenne. Ou voilà, on est satisfait de le point, Inch'Allah. D'abord, l'essentiel, c'est qu'on a une spirale négative. Les 4 matchs sans victoire. D'abord, 5 matchs sans victoire. On va chercher la victoire tout le match, Inch'Allah. C'est un travail psychologique avec les joueurs. On a radin f la bonne voie. Inch'Allah, les faire les jibes, Inch'Allah. ما تنساوش تكليكيو على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.